السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا امام بروبلم، هذه المرة هذه مش اكسرسايز، بروبلم 4.1a. مطلوب منا نعمل اكثر من شغلة. اولا بريبير ورك شيت، نعمل ورقة عمل، بعدين بدنا نعمل منها فاينانشال ستيتمنتس، قوائم مالية، وبعدين بدنا نعمل ادجستنج اند كلوزنج انتريست، بده قيود تسويات وقيود اقفال. فكأنه هي مطلوب، هي اثنين، هي ثلاثة، هي أربعة، أربع مطالب عندنا. الآن هو معطيني ترايل بالانس، بس خدوا بالكم المرة هذه مش ادجستد، يعني احنا بدنا نعمل له ادجستمنتس، لأنه زي ما هو طالب بده ادجستنج انتريست وبده كلوزنج انتريست. عشان كده ناخذ بالنا إنه هذه القوائم، هذا التي بي أو ترايل بالانس، هذه جزء من ورك شيت. عشان كده يعني هو جايب بس ترايل بالانس، لسه بده يلحقها اللي هي الادجستمنتس، ثم ادجستد ترايل بالانس، ثم انكم ستيتمنت وبالانس شيت. هذول اللي بيجوا في الـ في الـ في الورك شيت. طبعا معطيني هو اذر داتا، قال لي الفيزيكال كاونت ريفيلز، يعني الجرد الفعلي بين انه في عندي 480 اوف روفينج سبلايز اون هاند. طب تعال نشوف مع بعض قديش عندنا احنا سبلايز. قال في عندنا 2000 وضايل عندنا 480، كانه في عندي جزء مستهلك الفرق بينهم. الحاجه اللي بعدها بقول لي الديبريشيشن فور مارش، جاب لي اياه محسوب وخالص، استهلاك هو عباره عن 250 دولار. طبعا هذا بده قيد وهذا بده قيد، مش ال 480 بده قيد الفرق بين ال 2000 الجزء المستهلك وبين 480 المتبقيين في نهايه الفتره. ان اير سيرفيس ريفينيو اماونتد، في عنده ايرادات غير محققه تحققت خلال فتره قيمتها 200. لاحظوا انا في عندي غير محقق هيهم ان اير سيرفيس ريفينيو 550، فبقول لي في تحقق حتى 31 يعني 3 لو حتى نهايه الشهر اللي بتحاسب عليه قيمتها 280، فكانه هذا بده يتخفض بمقدار 260 ونحولها من ان ايرند لايرند ريفينيو، يعني سيرفيس ريفينيو. بقول لي في عندي اكرود سالاريز، في رواتب مستحقه قيمتها 700، فكان لازم نزود هذا الرقم بمقدار 700. لان هو بقول انتر ذا ترايل بالانس اون ذا ورك شيت اند كومبليت ذا ورك شيت، بده ايانا ندخل الارصده هنا، طبعا هو مدخلها، وبده ايانا نعمل قيود التسويه. طبعا البدايه بتاعتنا بتقول كالاتي الادجستمنتس. تعال نشوف اول ادجستمنتس عندنا ايش كان. كان السبلايز لو اخذتوا بالكم في الادجستمنتس هنا اديشنز او الاديشن انفورميشن او الاذر انفورميشن. بقول فيزيكال كاونسي 480، 480 هذول المتبقيين، المتبقين بقيد القيد تبعنا، خلينا نكتبه تحت لانه معطينا مكان للكتابه. لاحظوا هنا في حاجه حقول هنا انا سبلايز اكسبنس، سبلايز اكسبنس تمام، لس سبلايز تمام. فالقيد تبعنا سبلايز اكسبنس لس سبلايز بمبلغ مين؟ بمبلغ الفرق. ايش الفرق؟ لانه هذا الجزء اللي استهلك اللي هو كان عندنا 2000، لو اخذتوا بالكم كان في عندنا هنا 2000، وبقول لي ضل عندنا اخر الفتره هنا لو اخذتوا بالكم 480، يبقى ناقص 480 الفرق بينه هو الجزء المستهلك تمام. طبعا الطرف الثاني بده يكون نفس القيمه 1520. خدوا بالكم هذا القيد راح له فوق على القائمه راسا. خدوا بالكم السبلايز اكسبنس مدين ب 1520 والسبلايز دائن ب 1520. تعال نيجي هنا على الورك شيت. في الورك شيت باجي في السبلايز، خدوا بالكم دائن نجيبه من القيد. قديش قلنا دائن توي؟ دائن 1520. حتلاحظوا هنا في عندي حاجه اسمها سبلايز اكسبنس، لاحظوا تحت ال تحت الترايل بالانس، لانه هذا عباره عن يعني ادجستنج انتري اكونت. فحنجيب حساب مدين بكم هذا السبلايز اكسبنس، هو كتبنا السبلايز اكسبنس مدين ب 1520. حلو جدا. طب تعال نكمل. ايش بيقول لي هان؟ ايش في عندنا حساب على التسويات هنا؟ في عندي حساب الاكيوميليتد ديبريشيشن. حلو جدا. طيب الاكيوميليتد تحت ايش بيقول لي هو؟ بيقول لي في البيانات اللي هان، لو اخذتوا بالكم بيانات التسويات والبيانات هي بيقول لي في بيانات التسويات ديبريشيشن على الشهر 250. القيد تبعنا بسيط، اعمل قيد التسويه تحت في الاول. بدي اجي اقول له هنا ديبريشيشن اكسبنس
تمام. الحساب الثاني بده يكون accumulated depreciation، بديش اكتب، خلينا نجيبه من فوق مباشرة، هاي هون انا بس بدي اجيب اسم الحساب، خذوا بالكم. فكأنه depreciation expense للaccumulated depreciation، مش هو بس عشان الوسع صغير هيك، وهذا بيساوي بكم؟ هو قال لي اصلا كأنه 250، قال لي depreciation for the month 250. مش حنقدر نعمل ربط عادي لانه هو جاي ضمن التكست، حنكتبه كتابه 250. طيب تعال ناخذ الكلام هذا فوق على الورك شيت، لاحظوا depreciation expense مدين 250، وين depreciation هنا؟ depreciation هي depreciation expense، لاحظوا مدين هي حطت لي الخانه. ممكن هذول اربطهم لانه هذه ارقام، 250 مدين هي. طب والاكيوميليتد دائن بكم؟ خدتوا بالكم الاكيوميليتد ديبريشيشن دائن ب 250. يبقى تعال نشوف هنا وين الاكيوميليتد، هنا حنحط في الجانب، لاحظ انه جايبه في الدائن، هو كانه يعني بيساعدنا في الحل، هو 250 هي 250 تمام. هيك ايش ضايع عندنا كمان؟ بيقول لي ان ايرند سيرفيس ريفينيو، حكى عليها الان، قديش في ايرند؟ قال 260، يبقى هذا بتخفض بمقدار 260، ما زالت تتخفض بده يكون عكس اشارتها، لاحظوا هي دائنه وتخفيضها بيكون ايش؟ مدين. فكانه هنا بدنا نحط قديش المبلغ اللي حكى عليه 260، نتاكد منه. انا نكتب القيد اول بعدين نجيبه من تحت، نكتب القيد احسن. فكانه القيد تبعنا بيكون هنا ان ايرند سيرفيس ريفينيو، بدي اجيب بس الحساب من فوق، يعني ان ايرند، وين هو ان ايرند؟ عشان بس ما اكتبوش لحاجة اسمها سيرفيس ريفينيو، أكيد في عندنا سيرفيس، خلينا نتأكد بس، سيرفيس ريفينيو، سيرفيس هيو شايفينه؟ فالقيد تبعنا اسمه أن إيرند سيرفيس ريفينيو للسيرفيس ريفينيو، بكم؟ هو أصلاً قال لي 260، لو أخذت بالكم 260، طبعاً هنا 260، طبعاً 260 بس أتأكد منها، بدي أشوف في عندنا حاجة غلط، 200، هي 260، حلو جداً، طب تعال نرحلها القائمة. الان اير بتكون هنا 260، جيبها مدينه، هي لو اخذتوا بالكم مدينه في القيد، هيها مدينه في القيد 260، والسيرفيس ريفينيو دائنه، وين في عندنا سيرفيس ريفينيو؟ سيرفيس ريفينيو هي دائنه. لاحظوا كل كلامنا احنا في الادجستمنت سيستم، لسه ما وصلناش للي بعده، احنا كل كلامنا على الادجستمنت انتريز اللي هي قيود التسويات. فباجي هنا بجيب 260 اللي على الطرف الثاني، اللي هي السيرفيس ريفينيو دائن 260. طيب ايش ضل عندنا في التسويات؟ ضل عندنا في التسويات بيقول لي في عندي accrued salaries are 700. طبعا accrued salaries بسيط جدا، مش احنا قلنا salaries expense، قلنا كل المصاريف. الحساب الاولاني بنقول عنه، خلينا نجيب اسمه عشان نختصر وقت، salaries expense، وين هو؟ salaries and wages expense، اظن فيش عنده payable. فبنيجي هنا بنقول هنا salaries and بدل كلمة expense salaries and wages payable، مش قلنا احنا المصروفات الطرف المدين والطرف الدائن نفس الحساب، بس واحد expense وواحد payable، هذا استحقاق المصاريف. طب قديش المبلغ المستحق؟ مش هنقدر نربطه هذا لانه موجود جوات تكست، فحنجيبه كتابة. قديش الرواتب المستحقة عندنا هنا؟ قال 700. طيب نيجي هان ونحط هنا 700، صار القيد تبعنا سيلز اكسبنس 700، وهنا برضه 700. تعالوا نرحلوا على الورك شيت مباشرة، نرحلوا على الورك شيت، الورك شيت لاحظوا وين الورك شيت هنا؟ هي لاحظوا السيلز اند اكسبنس بدها تزيد بمقدار الجزء اللي لسه ما دفعناهوش اللي هو استحق، عشان كده حساب مدين لو اخذتوا بالكم، هي السيلز اكسبنس حساب مدين. وفي السيلرز بيبل حتلاقوها تحت هذا، لانه هذا مش موجود الى حساب، فهذه حنلاحظ انه هي موجوده هنا. هي نروح احنا ايش عاملين كده وجايبين قيمه السيلرز اند ويجز بيبل اللي هم 700. لو خدتوا بالكم هيك احنا خلصنا التسويات وبنقدر نجمع، المفروض لو شغلنا صح يطلع معانا المجموعين مظبوطين تمام. هيك بس ننزلها خليها تحت تلزمنا عشان الخلية اللي بعدها تمام. طبعا لو عملنا هيك لصق بنسق لي اياهم، مش لصق المبلغ، هو لصق المعادلة جمع. لو اخذتوا بالكم الرقمين هذول ايش مالهم؟
لازم يكونوا متوازنين، زي هدول برضه لازم يكونوا متوازنين. تمام، يلا نشوف اللي بعده. الان هو ايش بده في الورك شيت؟ نكمل الورك شيت، لان المطلوب الاولاني تبع الورك شيت نعمل ادجست ترايل بالانس، ميزان مراجعه بعد التسويات. شوف عليه الرصيد اللي ما صارش عليه التغير زي ما هو بينزل، يعني مثلا هذا بيجي زي ما هو هذا، طب وهذا برضه ما فيش عليه تغيير زي ما هو بينزل هذا، بس هذا طولوا بالكم، هذا ناقص هذا. طب ليش ناقص؟ قال لانه هذا ديبت وهذا كريدت، طبعا ديبت ب 2000 وهذا كريدت ب 1500، الفرق بينهم لا زال ديبت، عشان كده موجود في فاتوره الديبت الفرق بينهم، اللي هم ال 480 اذا بتتذكر حكى عليهم، اللي هو الرصيد المتبقي. فاكرين الرصيد المتبقي؟ لو اخذتوا بالكم في السؤال قال لي 480. ايوه طيب، تعال نكمل مع بعض. احنا ايش قلنا؟ بنعمل ادجستد ترايل بالانس. تمام، طيب هنا خلصنا منه، هذا صار عليه تغيير، شو هذا؟ قال الكوتبان زي ما هي. مظبوط. طيب وهنا الحساب الكونترا، في عندي انا هنا عندي كان 1250 وجاله كمان، ليش جمعت هنا؟ لانه هذا كريديت وهذا كريديت، كريديت مع كريديت بده يزيد. طيب وايش هذا؟ قال هذا ما صارش عليه تغيير، بينزل زي ما هو هيك، هي 2500. طب وهذا؟ قال لا هذا اختلف الشغل، طلع معي هنا دائن 550 ومدين 260، كانه بدي اجيب الفرق، انا الفرق اللي هو هذا ناقص هذا، لانه واحد كريدت وواحد ديبت. طب ليش حطيته في الديبت؟ في الكريدت؟ ليش حطيته في الكريدت؟ قال لانه الكريدت اقوى، روح اعمل هيك. تنسوش ال 290 هذه هي قيمة لسه ما تحصلتش، أو لسه بتمثل قيمة الخدمات التي لم تؤدى. طبعا بنروح بنجيب الأونرز كابيتال ما حصلش عليه تغيير، والدروينجز ما حصلش عليها تغيير، فبجيبها زي ما هي. وبعدين في عندي هنا مين؟ السيرفيس ريفينيو. السيرفيس، لا السيرفيس عليها تغيير، طالما كانت عندي 6300 وجاها دائنة، برضه هي دائنة وجاها دائنة، يعني بدها تزيد، عشان كده حطيت الإشارة الزائد. هنا اجت هيك. طيب السالاريز اكسبنس، في عليها تغيير، هيو هي لاحظوا، كان في عندي سالاريز اكسبنس 1300 وجاهم مستحقين بقيد التسوية، فاكرينه؟ فمدين مع مدين، لاحظوا هذه ديبت وهذه ديبت، مدين مع مدين بزيد. طبعا ده آخر حاجة، ميسيلينياس مصاريف متنوعة، هي ال 400 ما صارش عليها تغيير. تمام، لو شفنا هيك مع بعض، بضل عنا نجمع الاشياء اللي تحت، اللي تحت هذول ما فيش فيها تسويات لانه هي طرف تسويات، هذه هيك وهذه هيك ونحطها وهذه هيك، بس بننزلهم تنزيل لانه دول هم اصلا تسويات. بضل علي اجمع، طبعا عشان اجمع زي ما انتم عارفين بجمعهم كده من فوق عشان ما اسيبش ولا خليه، معلش هنا في الخليه هذه اللي تحت مش داخله في الحسبه، بدي انزلها شويه واعمل هيك. تمام، المفروض لما اعمل هيك واجيب هان يجيبوا متساويين. طلع لو عملنا هيك حنلاقيهم جايبينهم من الاخر برضو. فعشان كده هدول التنين برضو لازم يكونوا متساويين. تمام، هيك صرنا ايش؟ جاهزين. طبعا بقول هو لسه لازلنا في المطلوب الاول، اكمال ورقه العمل. هل قد احنا بنطلعش على هدولك، بنطلع على الادجستد ترايل بالانس، وزي ما اتفقنا زمان الميزانيه بروح ميزانيه، والانكم ستيتمنت بروح انكم ستيتمنت. طبعا عشان احنا مش مبين عندنا اسماء الحسابات بدنا نصغر الشاشه بتاعتنا شويه كده، معلش برضو كمان نصغر، نصغرها كمان شويه وكمان شويه، يا اما بنخليها زي ما هي هيك، او بنيجي هيك بنعمل، لانه احنا زي ما قلت هذول مش لازمين، هيك 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 هيك، ونقول له هيك هنا، نقول له هايد، خبي لنا اياها. الان صارت الشغله اوضح اظن، احنا بلزمناش هذول، بلزمنا بس الادجست ترايل بالانس. فباجي هنا الكاش اكيد ميزانيه زي ما انتم عارفين، بجيبه من هان، وباجي الاكونتس بيبل بجيبه من هان، والسبلايز هذا معدلين كله، هذا معدل فيش عليه تسويات، خلصين منه احنا. وهذا بجيب الاكويبمنت، وهدول بجيبهم اللي هم الاكيوميليتد ديبريشيشن، وهذا الاكونتس بيبل بجيبها هان، والان ايرند 290،
وزي ما انتوا شايفين في عنا هنا، مظبوط هيك؟ اه هيك اه. وبعدين في عنا الـ Owners Drawings اللي هم هذولا، تمام؟ أظن هذولا كلهم خلصنا بيه. شركة حسابات الإيش؟ الـ Income Statement اللي هي الـ Revenues لو أخدتوا بالكم، وفي عنا الـ Expenses هي واحد، وفي عندي كمان الـ Miscellaneous هيو، متنسوش في عنا Supplies Expense هيها، مظبوط؟ اه. والمفروض في هنا كمان بس هو يمكن نسيها، اللي هو depreciation expense، تمام هيك صح؟ اه. وخلينا نعملهم هذول هيك، احنا عشان احنا هيك صح ان شاء الله. اه نعمل هيك. ال 700 هذول payables بيجوا هذول في البالانس شيت، بنجيب هذول ال 700. هنشوف مع بعض نجمع، اه عشان نجمع الـ income statement بنروح نجمعين هيك، تسعة وخمسين بدنا ننزلها خلية بس، هي ستين هيك، اه. وطبعا هذه هيك نعملها بنسخها، اه. لو أخدتوا بالكم بين إنه الإيرادات أكبر من المصروفات. طيب ماشي، فيش مشكلة، أنا بس بظبط القالب شوية. فكأنه هنا في عندي، هنا حيكون في عندي أعمل إسكيب معلش، هنا يساوي هذا ناقص هذا. أه طبعا ليش جبته هان؟ عشان هو متمم حسابي، بس هذه الإيرادات أكبر من المصروفات لو أخدتوا بالكم، هي الإيرادات وهي المصروفات، تمام؟ أه هي بقول هي الإيرادات وهذول مجموعة من المصروفات. طبعا لو عملنا هيك يفترض ان الجنبين بتساووا الان، تمام؟ ونعمل انتر هيك، ونعمل نسخ للخليه هي مجموع التنين هذولا. لاحظوا الان صاروا التنين هذولا زي بعض، معلش هو بس التنسيق تبع الخلايا يعني شويه بده تظبيط، لكن هذولا شغلهم. لان طبعا هذا زي ما قلنا بضل عنا نجمع هنا، حطوا بالكم المجموع تبعنا عادي زي ما بنعرف. خلينا ننزل هذه الخلية عشان اعلي تحت تحت هيك، ايوه هيك. دخلنا على الخلية اللي بعدها، الحين بدنا اياها لحد 60، نعدلها هيك 60 اوكي. وبننسخ هنا، يا اما بنجمع زي ما بتكون. يعني انت لو نسخنا هيك بنسخش المجموع، خذوا بالكم بنسخ المعادلة. لو اخذتوا بالكم هنا اه شايفين نسخ المعادلة، هي بحددها زي ما احنا بدنا. اه طبعا لو نقلنا النت انكم اللي هنا، لو اخذتوا بالكم الان المفروض انه الميزانية تاعتنا متوازنة، خذوا بالكم بس وانتوا بتنزلوا انا بدي 62، هي 62 صح؟ وهذا لو عملنا هيك لازم يكون عندي الرصيد تبعنا زي بعض. فلو اخذتوا بالكم الميزانية تبعتنا متوازنة، هي الميزانية تبعتنا اشمالها متوازنة. وبهيك بيكون خلصت الوركشيت. بضل علينا ايش نعمل؟ خلينا نكبر هذا الشغل تبعنا شوية عشان نشوف. نروح على بين كده ونقول له اعمل unhide. اه صار لنا اياها. طبعا لما بصير لنا اياها، لان مطلوب منا زي ما شفنا في السؤال تبع توي انه احنا نعد القائمة، قائمة الانكم ستيتمنت والبالانس شيت والاونرز ايكويتي زي ما هو بده. اه تعال نشوف كيف ممكن نعدهم. طبعا نجيبهم من وين؟ بنجيبهم من الورك شيت. اه بنجيبهم من الورك شيت. خلينا نشوف كيف ممكن نجيبهم من الورك شيت. خلينا نعمل خليتين مع بعض هيك، بنقول له نيو، برجع تاني بقول له والله رتب لي اياهم بدي فيرتيكال، هي القائمه تبعتي هان لو اخذتوا بالكم. وبنيجي هان بنقول له هات لنا هاي الورك شيت، شايفينها؟ اه خلينا بس ايش نبينها هذه. نروح نعمل هيك مثلا، نعمل هيك ونعمل هايت. ظهرت في الورقة الثانية. طيب يعني خلينا نشتغل على ورقة واحدة، أنا عارف بس بديش أدوخكم
واحنا بنتناول بين الشاشات، عشان كده بحاول اوفر عليكم شوية ايش جهد وانتم تتبعوني. خلينا نصغر كده، ماشي، ان شاء الله يعني تكون باينة برضو.